الصف الحادي عشر للعلوم الإنسانية، واو. الدرس الثالث من موشح جادك الغيث في لسان الدين ابن الخطيب، صفحة 66. في الدرس الأول من هذا من جادك الغيث تحدثنا عن شخصية لسان الدين ابن الخطيب، والاستماع كذلك إلى القراءة المسموعة، وتعرفنا بالكثير عن هذه الشخصية وعن الموشحات. وفي الدرس الثاني تحدثنا عن شرح أبيات الموشح وأجزاء الموشح، وفي هذا الدرس، الدرس الثالث، سنقوم بحل التمارين. الأهداف السلوكية أن يحل الطلاب التمارين المعدة في الكتاب، صفحة 68. نبدأ بأسئلة إثرائية قبل البدء بحل تمارين الكتاب المقرر. تحدث عن الشاعر من حيث اسمه، لسان الدين بن الخطيب أبو عبد الله لسان الدين محمد بن عبد الله الغرناطي الأندلسي. مولده، ولد سنة 713 هجري، وفاته، توفي سنة 776 هجري. علمه، تعلم الأدب والعلوم والطب والفلسفة. لقبه، جاحظ الأندلس. آثاره، ديوان شعر في جزئين، وكتاب جيش التوشيح، وكتاب ريحانة الألباب، ونجعة المنتاب، وغيرها. سؤال آخر إثرائي، عرف لسان الدين بن الخطيب بجاحظ الأندلس، علل ذلك لثقافته الواسعة. ما هي مناسبة القصيدة؟ نظم الشاعر الموشح جادك الغيث عندما فر إلى المغرب بعد أن حيكت له الدسائس فترة توليه الوزارة، فاستبد به الشوق والحنين للأندلس، وافتتح موشحه بالدعاء بالسقيا للزمن الذي قضاه في ربوع وطنه. من الشاعر الذي عارضه ابن الخطيب في موشحه جادك الغيث؟ الشاعر هو ابن سهل الإشبيلي في موشحه الذي مطلعه، هل درى ظبي الحمى أن قد حمى قلب صب حله عن مكنسي. نأتي الآن بعد هذه الأسئلة الإثرائية عن جادك الغيث الإضافية، نبدأ الآن بالأسئلة في الكتاب المقرر، صفحة 68، المناقشة والتحليل، صفحة 68. بعض الكتب به 71، تختلف الطبعات. رسم الشاعر، السؤال الأول في المناقشة والتحليل، رسم الشاعر لوحة فنية للطبيعة نبين ملامحها. يقول الشاعر إن الطبيعة كانت بهيجة تشاركنا سرورنا وتسهم في سعادتنا، فالمطر قد كسر الروض ثوبا مشرقا من الأزهار المتفتحة الباسمة، وشقائق النعمان تنطق بأثر المطر وتدل على أنها وليدة ماء السماء، إضافة إلى صوت الماء المسيل على الحصى بهدوء. وهذا المنظر الخلاب والسهر، تغار النجوم والنرجس من روعة المنظر. السؤال الثاني، كيف صور الشاعر علاقته بالزمن الذي كان يقيم فيه؟ عبر عنه بأنه زمان الوصل، زمان الحب، وهو عزيز عليه لا يفارقه، وهو يصف هذا الوقت بالحلم دلالة على سرعة انقضائه. السؤال الثالث، ما العاطفة التي سيطرت على الشاعر في الموشح؟ سيطرت على الشاعر في الموشح عاطفة الحزن على فراق مناظر الطبيعة في الأندلس، إضافة
إلى وصف السعادة عندما كان يتمتع بمناظرها. السؤال الرابع، وظف الشاعر التناص الديني، نعين موضعه في الموشح. التناص الديني الذي وجد بالموشح قد يكون هذا السؤال ملغي في عندكم، موجود السؤال هذا؟ عفوا، يلغي هذا السؤال لأنه غير موجود في المقرر في الكتاب الذي بين أيديكم. ننتقل إلى السؤال الخامس، نوضح التورية في قول لسان الدين بن الخطيب. أولا، التورية هي كلمة لها معنيان، معنى قريب غير مقصود، ومعنى بعيد وهو مقصود. كلمة لها معنيان، معنى قريب غير مقصود، ومعنى بعيد وهو المقصود. نأتي الآن إلى السؤال الخامس، يقول: وروى النعمان عن ماء السماء كيف يروي مالك عن أنس. في البيت توريتان، الأولى التورية في كلمة النعمان، المعنى القريب غير المراد وغير المقصود هو النعمان ملك الحيرة، المعنى البعيد المقصود المراد هو شقائق النعمان، أي ذلك النوع من الأزهار الذي يعرف بشكله الأحمر ونقطته السوداء. الثانية التورية في كلمة ماء السماء، المعنى القريب غير المقصود غير المراد جد ملك الحيرة النعمان، المعنى البعيد المراد والمقصود وهو المطر. نحدد ضرب الخبر في قول الشاعر، هذا بالخطأ حاطين السؤال الثاني، ولكن هو: والحياة قد جلل الروضة سنة فثغور الزهر منه تبسم. الخطأ هنا أن هذا هو السؤال السابع، ولكن الثامن نحذف الرقم رقم 8 لأنه هو موضع السؤال. ضرب الخبر هو طلبي. قبل كل ذلك من الجدير بالذكر أن أضرب الخبر ثلاثة: ابتدائي، وهو أن المخاطب يكون صافي الذهن بالنسبة لهذا الخبر، والطلبي وهو يكتفي بمؤكد واحد، والإنكاري وهو الذي به أكثر مؤكد. إن الأبرار لفي نعيم، هذا به مؤكدين، المؤكدين اللي هما إنكاري. إن الله مع الصابرين، هذا طلبي، وجاء نصر الله، هذا ابتدائي. نأتي إلى سؤالنا، ضرب الخبر هنا هو طلبي لأنه يشتمل على مؤكد واحد وهو حرف التحقيق قد. قد أفلح المؤمنون، أفلح المؤمنون هو تأكيد على أنه المؤمنون هم المفلحون. السؤال التاسع، نستنتج الخصائص الأسلوبية لموشح لسان الدين بن الخطيب. ألفاظه رقيقة عذبة، يميل إلى المحسنات البديعية، أفكاره يقل فيها التحليل والتفصيل، متأثر بالثقافة الدينية. أعزائي الطلاب، طلاب الصف الحادي عشر واو للعلوم الإنسانية، أرجو منكم إعادة حل التمارين في الدفتر التعلم عن بعد، لأن الحل والمشاركة والمثابرة ستحسب عليها علامات في التقييم، وبالتالي سيحدد من هو الذي سينجح ومن هو الذي سيرصد. شكرا لكم.